قصف هو الأعنف من قبل قوات النظام على بلدات ريف حماه الغربي وريف إدلب الجنوبي. دول أوروبية تدرس سحب الجنسية عن مواطنيها المنضمين لتنظيم الدولة. عشرات القتلى والمصابون جراء احتراق قطار في العاصمة المصرية القاهرة. أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من قناة حلب اليوم. أفاد مراسل حلب اليوم بشن قوات النظام قصفا هو الأعنف على قرى وبلدات ريف حماه الشمالي وريف إدلب الجنوبي، حيث كان لخان شيخون النصيب الأكبر من هذا القصف. وبحسب المراسل فقد قتل مدنيون على الأقل وجرح آخرون في القصف على خان شيخون، قصف مماثل تعرضت له كل من جرجناز والتح والتمانعة وكفر سجنة بريف إدلب وكذلك قرى في سهل الغاب في ريف حماه الغربي. للحديث عن هذا الموضوع معنا مراسلي قناة حلب اليوم عبد الرزاق الصبيح من ريف حماه الشمالي وأيضا خلف جمعة من إدلب. أرحب بكما. البداية معك خلف، يعني عشرات الصواريخ سقطت على إدلب وتحديدا على خان شيخون، لو تحدثنا عن آخر التطورات الآن. نعم، في ساعات الصباح الباكر استهدفت قوات النظام مدينة خان شيخون بعدة رشقات برجمة الصواريخ بصواريخ الجراد مخلفة عشرات الإصابات وأدت إلى استشهاد امرأتين. القصف لم يتوقف إلى الآن، قصف متقطع خلال ساعات، فترات قصيرة تفصل بين الاستهداف والآخر. بداية القصف كانت بصواريخ الجراد كما ذكرنا مسبقا. أيضا قامت قوات النظام باستهداف المدينة بعدة صواريخ محملة بقنابل عنقودية المحرمة دوليا، أدت إلى دمار كبير في البنى التحتية في المدينة. المدينة تشهد حالة نزوح كبيرة الآن باتجاه الشمال السوري، باتجاه المناطق الحدودية والمخيمات. إلى الآن القصف مستمر. قوات النظام قبل قليل جددت استهدافها للمدينة بعشرات الصواريخ النوع جراد، بالإضافة لعدة صواريخ أرض أرض محملة بالقنابل العنقودية. نعم عبد الرزاق، ماذا عن المدن التي طالها القصف في حماة؟ نعم، في الحقيقة حال قصف هو الأعنف على ريف حماة الشمالي. اليوم قصفت قوات النظام براجمات الصواريخ مدن كفر زيتة واللطامنة ومورك، بالإضافة إلى قرى حصرايا والزكاة والأربعين وقرية الصخر والتنابرة. في الحقيقة عشرات القذائف الصاروخية وقذائف مدفعية الميدان الثقيلة. أيضا كان هناك استهداف لحرش القصابية القريب في ريف إدلب الجنوبي، وأيضا في الريف الغربي لحماة تعرضت بلدة الشريعة وقرى الحويز وجسر بيت الراس والنشامة لقصف مدفعي وقصف بقذائف الهاون من مواقع النظام المتمركزة في قرية العزيزية وفي قرية التمانعة في سهل الغاب. نعم عبد الرزاق، ما كيف تبدو الحالة الإنسانية في عموما المنطقة؟ نعم، حالة في الحقيقة أوضاع إنسانية صعبة جدا يعيشها المدنيون في ظل القصف المتواصل وفي ظل ظروف الشتاء القاسية جدا وانخفاض درجات الحرارة والأمطار. حالة هناك في الحقيقة مئات العائلات تنتشر على في جبل شحشب وفي أطراف القرى والبلدات، وهم من النازحين الذين نزحوا مؤخرا من مدن كفر زيتة واللطامنة من ريف حماة الشمالي، بالإضافة إلى نزوح أيضا كان من مدينة قلعة مضيق ومن قرى وبلدات سهل الغاب، في ظل انعدام في الحقيقة أيضا المساعدات الإنسانية وعدم تقديم أي نوع من أنواع المحروقات والحطب من أجل التدفئة في هذه الظروف القاسية. نعم خلف، تحدثت قبل قليل عن نزوح يعني المدنيين نحو الشمال السوري، لو تشرح لنا قليلا عن هذا الموضوع، هل هناك أي عدد يحصرهم؟ لا يوجد إحصائية أولية لأعداد النازحين بسبب استمرار قوافل النازحين باتجاه الشمال السوري إلى مناطق المخيمات. طبعا لابد من ذكر حالة النازحين الحالية الآن في المخيمات. عموما الاستجابة من قبل المنظمات
كانت سابقا ضعيفة للنزوح السابق، والآن هي أضعف بالنسبة لخان شيخون ونازحي المنطقة ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي عموما. يعاني النازحون الجدد من خان شيخون ومحيطها وبعض قرى جنوب المعرة في حالات إنسانية سيئة جدا في مناطق مخيمات الشمال، أو نتيجة استغلالهم من قبل أصحاب مكاتب العقارات في استئجار المنازل. أحوالهم إنسانية صعبة جدا، الكثير من النازحين الآن موجودين في المناطق الحدودية لا يجدون خيمة أو مأوى ليأويهم بعد تعرضهم للقصف والنزوح باتجاه المناطق الشمالية. إلى الآن لا يوجد أعداد أو حصيلة نهائية بسبب استمرار النزوح. كما ذكرنا سابقا، قصف قوات النظام للمنطقة كان بتدرج ممنهج، بدأ ب قذائف هاون وصواريخ على المناطق القريبة من نقاط التماس، ثم بدأ برفع التصعيد إلى أن وصل إلى منطقة معرة النعمان وخان شيخون، وطور من استخدام الأسلحة، كان التصعيد على صعيد الأسلحة أيضا، إلى أن وصل لاستخدام الصواريخ المحرمة دوليا. أيضا يوم الأمس استخدم الطيران الحربي في استهداف مدينة تراقب نعم ومعرة النعمان نعم وخان شيخون. أشكرك جزيل الشكر خلف جمعة، مراسل قناة حلب اليوم كنت معنا من إدلب، وأيضا كل الشكر لك عبد الرزاق الصبيح مراسلنا، حدثتنا من ريف حماة الشمالي. إلى ذلك، وثق فريق منسقو الاستجابة في الشمال السوري مقتل 85 مدنيا، نصفهم من مدينة خان شيخون جراء قصف النظام وروسيا. وقال مدير فريق منسقو الاستجابة محمد حلاج إنه تم توثيق أعداد الضحايا المدنيين من بداية الحملة العسكرية على ما يعرف بالمنطقة منزوعة السلاح في تاريخ الثاني من شهر شباط الحالي، حيث قضى أكثر من 85 مدنيا حتى تاريخ 26 من شهر شباط. نبقى في إدلب، إذ نظمت مراكز الدفاع المدني بريف إدلب الجنوبي وقفة احتجاجية في مدينة كفرنبل ضد التصعيد العسكري الذي يمارسه نظام الأسد على المنطقة. يصطف الجميع هنا في وقفة احتجاجية لمراكز الدفاع المدني بمدينة كفرنبل جنوب إدلب لمطالبة المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤوليته ووقف التصعيد العسكري على ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي. قمنا اليوم بوقف تضامني من أجل وقف إطلاق النار الذي يطال المدنيين في ريف إدلب الجنوبي. نحن الدفاع المدني قمنا بوقف تضامني بسبب القصف الذي يستهدف المناطق الآمنة، مما أدى إلى نزوح عدد كبير وحدوث مجازر. أوجه رسالة أيضا إلى المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليات اتجاه أهالينا في المناطق المحررة الذين يتعرضون لشتى أنواع القصف في الدبابات والطائرات والصواريخ والقذائف المحرمة دوليا. التصعيد العسكري لقوات النظام يزداد شيئا فشيئا في الآونة الأخيرة، ليصل الأمر إلى طلقات جوية بالرشاشات الثقيلة، بالإضافة إلى عشرات الصواريخ والقذائف على قرى وبلدات عدة بريف إدلب الجنوبي. من تاريخ 9/2/2019 تعرضت مدينة خان شيخون لعملية قصف همجي طالت جميع أركان البلدية من ممتلكات عامة إلى ممتلكات خاصة، مما أدى لوقوع عدة شهداء ما يقارب 46 شهيد معظمهم من الأطفال والنساء. يعني الدمار بشكل عام وكثيف جدا، الدمار يعني دمار لا يوصف، انعدمة الحياة، نزوح أكثر من 90% من مدينة خان شيخون، انعدمت الطعام، الأفران، المراكز الصحية خرجت عن الخدمة. التصعيد الذي واجهه السوريون بحناجرهم ووقفاتهم التضامنية التي جابت المناطق المحررة يبقى خرقا واضحا وجليا لمنطقة يشملها اتفاق سوتشي. معنا رائد الصالح مدير الدفاع المدني من مدينة اسطنبول للحديث حول آخر التطورات. أرحب بك سيد رائد، ما هي الصعوبات التي تعترض عملكم مع كل هذا القصف على ريفي حماة وأدلب؟ السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور. الحقيقة أصعب ما يواجه فرق الدفاع المدني اليوم هو كثافة القصف الذي تتعرض له المناطق في شمال حماة وفي ريف إدلب الجنوبي، حيث هناك الرشقات من الراجمات تخرج على بشكل رشقات 20 صاروخ او 10 صواريخ على متتاليه، وهذا يؤثر على حركه فرق الانقاذ، يؤثر على
عمليات الإنقاذ، وهذا أدى إلى إصابة بعض المتطوعين أثناء الأيام الماضية وسقوط عدد كبير من الشهداء نتيجة هذه الهجمات المزدوجة ولكن بالأسلحة المدفعية والصاروخ. طيب، في ظل هذا القصف الشديد سيد رائد الصالح، ما هي أغلب احتياجاتكم ولنخص بالذكر مدينة خان شيخون تحديدا هناك؟ يعني حقيقة نحن كدفاع مدني الحمد لله الفرق مجهزة بشكل كامل، نحن مستعدون لتلبية كافة الاحتياجات. اليوم نحن لا ينقص الفرق أي شيء الحمد لله، إلى الآن كافة الفرق تعمل بطاقتها بإمكانياتها إلى الآن. يعني حتى فرق خان شيخون لم تصل إلى طلب مؤازرة من الفرق الأخرى القريبة من المنطقة. إذن أنت تقول أنكم ما تزالون تعملون ضمن إمكانياتكم، ولكن هل هناك أي من مساعدات تأتيكم يعني لمساعدتكم أكثر أو لتلبية عملكم؟ هلا نحن كدفاع مدني كفرق ما عاملة على الأرض هي الآن الحمد لله بحالة جيدة، ولكن ما يحتاج المساعدة هم النازحون الذين نزحوا من أرياف حماة الشمالي وريف الدب الجنوبي باتجاه الشمال باتجاه المناطق الحدودية، هؤلاء يحتاجون إلى إغاثة، وهذا يعني حقيقة يرتب واجبات على المنظمات الإغاثية حتى تلبي احتياجات هؤلاء النازحين من النساء والأطفال الذين لجوا إلى الشمال. نعم. على الحدود السورية التركية. أشكرك جزيل الشكر مدير الدفاع المدني رائد الصالح، كنت معنا من اسطنبول. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. مصير مجهول لمقاتلي تنظيم الدولة الأجانب. نرحب بكم من جديد مشاهدينا. تصل عشرات العائلات بشكل يومي إلى معبر عون الدادات بالقرب من مدينة جرابلس هاربين من مناطق سيطرة وحدات حماية الشعب الكردية. مراسل حلب اليوم رافق العابرين عن طريق المعبر حتى أماكن إيوائهم في مخيمات أقيمت لهذا الشأن. جنوبية مدينة جرابلس وفي آخر نقطة بين الجيش الوطني ووحدات حماية الشعب الكردية يقع معبر عون الدادات، المعبر الوحيد المخصص للمدنيين. نشطت حركة المعبر في الآونة الأخيرة بشكل كبير ليصل عدد العائلات التي تمر به يوميا إلى 50 عائلة، أغلبهم من المناطق الشرقية، وذلك بسبب سوء معاملة تنظيم الدولة سابقا وبسبب ما تفعله وحدات حماية الشعب الكردية اليوم. سببنا والتهجير من هنيك للمنطقة هاي هو حسينا في الأمان، لا في ظلم،
نيكي يعني شو مدك تروح بدي اقول لك وين رايح وين جاي وين يعني في تهجير خاصه من وقت اللي كانوا دواعش وهلا استلموا البي كي كي جينا لهون لمنطقه الامان. كرم احد الاشخاص الذين تعرضوا لظلم التنظيم بحسب ما روى، فمن اعتقال الى تعذيب والى غرامات ماليه كبيره. هذه الاسباب دفعته للخروج من مدينته في ريف دير الزور ليقصد مدينة جرابلس برفقة عائلته، حيث حطوا الرحال في أحد المخيمات شرقية مدينة جرابلس. تعرضت للظلم أيام التنظيم، كنت أبيع دخان وانمسكت عدة مرات. آخر أيام التنظيم سويت حادث، أنا على مطور دراجة نارية وضربتني سيارة، بس السيارة ما عرفتها، قالوا التنظيم، قالوا ناس، قالوا ما حد يعرف، ما سيارة ضربتني المساء وظليت غادي شغلة أسبوع دودت أجري وما بعلاج غادي. المجلس المحلي لمدينة جرابلس يسعى لتأمين خدمات أفضل للمهجرين الذين وصلوا إلى المدينة وريفها من أجل تخفيف معاناتهم، وأقام المجلس مخيمات على أطراف المدينة لاستيعاب القادمين من كل المناطق. ويستمر تدفق العائلات على ريف حلب الشرقي بحثا عن الأمان ومعيشة أفضل، أمان ومعيشة تجتهد المجالس المحلية بتأمينها برغم الإمكانيات الشحيحة. بدر كشك، حلب اليوم، مدينة جرابلس. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أهالي مدينة منبج منحوا الثقة لتركيا في دخول المدينة، وشدد أردوغان على عدم سماح أنقرة لأي جهة بتولي مسؤولية الإشراف على المنطقة الآمنة المزمع إقامتها شمال شرقي سوريا. تتصاعد حدة الجدل بين تركيا وروسيا حول لعب الأدوار المحتملة في المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها شمالي شرق سوريا لتعويض الانسحاب الأمريكي من المنطقة. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال في مقابلة تلفزيونية أنه لا يمكن لأنقرة السماح لأحد بتولي مسؤولية الإشراف على المنطقة الآمنة المحتملة، بما يشكل تهديدا لتركيا، مشيرا أن الشعب السوري يمنح الثقة لتركيا وعشائر المنطقة شمالية شرق سوريا تدعوها باستمرار للسيطرة على منبج مما وصفهم بالإرهابيين في إشارة منه إلى قوات سوريا الديمقراطية. وأضاف أردوغان أن هدف تركيا الرئيسي في الوقت الحاضر هو ضمان إخراج وحدات حماية الشعب الكردية من منبج ووفاء واشنطن بوعدها المتمثل بجمع الأسلحة التي قدمتها لهم. إصرارنا واضح، وهو أن تبقى المنطقة الآمنة التي تعتبر أمرا بالغ الأهمية بالنسبة لنا تحت السيطرة التركية. لن نتركها لألمانيا ولا لفرنسا ولا للولايات المتحدة، وهذا ما أبلغته لهم بكل وضوح. وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف كان قد وصف في وقت سابق قسد بالقوات الكردية في سوريا، وشدد على تسيير دوريات للشرطة العسكرية الروسية في المنطقة. الرد التركي جاء على لسان الرئيس أردوغان بأن توصيف لافروف لقوات سوريا الديمقراطية خاطئ، ومن الخطأ عودته لذكر التوصيف ذاته رغم توضيح تركيا الأمر مرارا لروسيا حول الموضوع. من جهتها كشفت الرئاسة التركية عن اجتماع مرتقب لمجموعة العمل المشتركة التركية الأمريكية في العاصمة أنقرة لبحث الانسحاب الأمريكي من سوريا، رغم تضارب الأنباء عن ملفات ما زالت محط خلاف بين الطرفين في سوريا. ينضم إلينا من أسطنبول الأستاذ جواد كوك المحلل السياسي التركي. أرحب بك أستاذ جواد. تتكرر تصريحات الرئيس التركي بشأن شرقي الفرات، متى ستحسم تركيا أمرها في هذا الشأن؟ تحيات لك ولمشاهدينا الكرام، أهلا بك. حقيقة الأمر، نحن قبيل الانتخابات المحلية في تركيا والحكومة التركية مركزة على هذا الموضوع، لكن بشكل عام القوات التركية أعلنوا جاهزيتهم واستعدادهم للدخول إلى شرقي نهر الفرات، لكنه المشكلة الأساسية بالنسبة إلى المنطقة الآمنة بصراحة تفاصيل القضية لم تعلم من قبل الولايات المتحدة. نعم، تركيا حريصة على أن تكون القوات التركية هم مسيطرين على
على المنطقة الآمنة. طبعا أردوغان يرى الموضوع من نقطتين: النقطة الأولى أمن القومي التركي، ثانيا أنه أن تكون أرضية لعودة اللاجئين، من يريد أن يرجع إلى سوريا فأن تكون هناك منطقة آمنة بالنسبة إليهم. حقيقة الأمر أنه القوى الأخرى، الجهات الأخرى لا تهمهم أمن القومي لأنهم بعيدين عن هذا الخط، لكن تركيا مهتمة جدا بهذا الموضوع. رئيس أردوغان يريد أن يقول نحن لا نترك منطقة آمنة بقدرها، هكذا يأخذون القرار. نعم. دون أن تراعي مصلحة تركيا. نعم. طيب، هل يمكننا القول أن تركيا رأبت خلافاتها مع موسكو بشأن دخول قواتها إلى المنطقة الآمنة؟ طبعا، بالنتيجة هناك مفاوضات مستمرة كلا الجانبين. أن حكومة تركيا تقول مخاوفنا أن تكون قوات الروس درعا لوحدات حماية الشعبية وغيرهم. نعم. هذا الذي قلق عند الحكومة التركية، لكن بشكل عام المفاوضات مستمرة بين الجانبين، لحد الآن لم يصرحوا شيئا سلبيا في العلاقات الثنائية. نعم. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ جواد كوك، المحلل السياسي التركي، كنت معنا من اسطنبول. بدأت دول أوروبية دراسة المخارج القانونية لسحب الجنسية عن مواطنيها المنضمين لتنظيم الدولة، في الوقت الذي دعا الرئيس الفرنسي ماكرون إلى محاكمتهم في الدول التي ارتكبوا فيها جرائم. فارون من جحيم ما يطلق عليه الحياة في كنف تنظيم الدولة شرق سوريا. مئات الأطفال متشحون بالسواد والغبار، مشتتون في انتظار رحلة إلى عالم آخر يسمى المخيمات. علامات أزمة نفسية وحاجة إلى علاج طويل الأمد بدت على آلاف الأطفال الموجودين في مخيمات شمال شرق سوريا، ولا سيما من تتراوح أعمارهم بين 10 و14، وفق تقرير لمنظمة أنقذ الطفولة المتخصصة بإغاثة الأطفال، والتي أوضحت أن هؤلاء كانوا شهوداً على أعمال وصفتها بالوحشية، وأن الكثيرين منهم على الأرجح بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي على المدى الطويل للتعافي. المنظمة تحدثت عن الأزمات النفسية التي رصدتها في مخيم الهول بمحافظة الحسكة، وأنها تنوعت بين العصبية والعزلة والعدوانية والتبول اللا إرادي والكوابيس. في حين كشفت مديرة العمليات في المنظمة سونيا خوش وجود أكثر من 2500 طفل أجنبي من 30 بلد مختلف متواجدين في مخيمات شمال شرق البلاد، وأشارت إلى الكثير من الجهود المتطلبة لمساعدة هؤلاء الأطفال على التعافي، وطالبت بإعادة الأطفال الأجانب إلى بلادهم الأصلية. مخيم الهول يستقبل بشكل شبه يومي عشرات العوائل النازحة من آخر جيب للتنظيم بمحافظة دير الزور، في حين تعمل المنظمة الدولية على إنشاء أماكن ترفيهية للأطفال ومساعدتهم في المنطقة، خاصة المحرومون من ذويهم. ومعنا صهيب الجابر، الصحفي في شبكة فرات بوست من الحدود السورية التركية. أرحب بك صهيب. ماذا عن عدد عناصر المعتقلين لدى قصد؟ كم تبقى منهم حتى الآن؟ عناصر أجانب طبعا أتكلم. أحييكم وسادة مشاهدي حلب اليوم. طبعا هناك أعداد كبيرة من المعتقلين، إذا ما قارنا الأعداد أعداد مقاتلي تنظيم داعش سابقا منذ العام 2014 وحتى اليوم، نجد أن العدد تقلص من 40,000 مقاتل إلى أقل من 8,000 مقاتل. هناك بالنتيجة عدد آخر من قتلوا أثناء المعارك، هناك عدد من هربوا باتجاه مناطق متفرقة، وبعضهم أيضا يعني عادوا إلى بلدانهم بعد قدوم مسؤولين إلى المنطقة. وهنالك أيضا المعتقلين لدى قسد الذين تخصص لهم قسد مراكز احتجاز في الحسكة، مدينة الحسكة، وفي أيضا جوار المخيمات مثل مخيم الهول. هنالك مخيم بجوار مخيم الهول مخصص لمقاتلي تنظيم داعش. الأعداد طبعا
يعني تجاوزت 3000 إلى 4000 يعني معتقل، هذا بشكل يعني تقديري، ولكن هنالك أعداد باستمرار يعني تسلم نفسها لقسد والتحالف الدولي. خلال اليومين الماضيين خرجت دفعات من مقاتلي تنظيم داعش من الباغوز وظهروا في مقاطع مصورة أعداد كبيرة صراحة، يعني من هؤلاء المقاتلين سلموا أنفسهم. طيب بالنسبة للبلدان التي أرسلت مسؤولين ليأخذوا مقاتلين من تنظيم الدولة، هل لديك فكرة عنهم؟ معظم هذه البلدان كانت من بلدان تابعة لروسيا أو بلدان نستطيع أن نقول يعني قريبة من كازاخستان، أذربيجان، الشيشان ومناطق مجاورة لها أيضا. هنالك أيضا يعني الحكومة الفرنسية كما أوردتم خلال التقرير منذ قليل، يعني كانت هنالك يعني مطالبات بمحاكمة عادلة وعودة بعض المواطنيها إلى فرنسا. هنالك مطالبات بشكل يعني مستمر عبر وسائل الإعلام من الشريحة، نستطيع أن نقول شريحة مخصصة وهي النساء أو محددة، هي النساء والأطفال، بعودة هؤلاء الأشخاص إلى مناطقهم إلى فرنسا. وأيضا هنالك يعني مطالب بالمقابل أمريكية من مواطنين من الولايات المتحدة الأمريكية يطالبون بالعودة إلى بلدهم، ولكن هؤلاء قوبلوا بسياسة مختلفة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهي الحرمان من الجنسية، إلغاء جنسيتهم وبالتالي إسقاط حقهم في العودة إلى الولايات المتحدة، وهذا ما دفع ذويهم يعني صراحة داخل الولايات المتحدة للاحتجاج، ووصل الأمر إلى حد تقديم قضايا أو رفع قضايا ضد رئيس الولايات المتحدة. نعم. طيب دعنا نذهب صهيب إلى داخل الباغوز، كم هو عدد العناصر الأجانب المتبقين في المدينة طبعا من قبل تنظيم الدولة؟ طبعا هناك عدد قليل يعني لا يتجاوز 100 عنصر، ولكن هؤلاء 100 عنصر يبدو بحسب التسريب الصوتي يوم أمس الذي يعني نشرناه، هذا التسريب كان يشير أن هؤلاء المقاتلين يعني غير مبالين بهذا الحصار المفروض عليهم، بحسب يعني ما صدر عن لسانهم نفسهم هم هؤلاء المقاتلين الأجانب، أن قسد قدمت لهم شروطا مريحة جدا تضمن سلامتهم، تضمن معالجتهم، وتضمن يعني خروجهم من هذه المناطق دون استهداف أو دون تضييق من أي جهة. واشترطت قسد طبعا خلال المفاوضات أن يذهب هؤلاء المقاتلين من تنظيم داعش باتجاه مناطق درع الفرات ومناطق يديرها الجيش السوري الحر، وبالتالي طبعا الرسالة واضحة من هذه التسريبات ومن المفاوضات وبنود الاتفاق بين قسد وداعش، وهي ضرب الثورة السورية. نعم. إرسال داعش إلى هذه المناطق. نعم. وتسريبهم. أشكرك جزيل الشكر صهيب الجابر الصحفي في شبكة فرات بوست، كنت معنا من الحدود التركية السورية. كشفت منظمة أنقذوا الطفولة ظهور أزمات نفسية وحاجة إلى علاج طويل الأمد على آلاف الأطفال الموجودين في مخيمات شمال شرقي سوريا، ولا سيما من تتراوح أعمارهم بين 10 و14. فارون من جحيم ما يطلق عليه الحياة في كنف تنظيم الدولة شرقي سوريا. مئات الأطفال متشحون بالسواد والغبار، مشتتون في انتظار رحلة إلى عالم آخر يسمى المخيمات. علامات أزمة نفسية وحاجة إلى علاج طويل الأمد بدت على آلاف الأطفال الموجودين في مخيمات شمال شرق سوريا، ولا سيما من تتراوح أعمارهم بين 10 و14، وفق تقرير لمنظمة أنقذوا الطفولة المتخصصة بإغاثة الأطفال، والتي أوضحت أن هؤلاء كانوا شهوداً على أعمال وصفتها بالوحشية، وأن الكثيرين منهم على الأرجح بحاجة إلى دعم نفسي واجتماعي على المدى الطويل للتعافي. المنظمة تحدثت عن الأزمات النفسية التي رصدتها في مخيم الهول بمحافظة الحسكة، وأنها تنوعت بين العصبية والعزلة والعدوانية والتبول اللا إرادي والكوابيس. في حين كشفت مديرة العمليات في المنظمة سونيا خوش وجود أكثر من 2500 طفل أجنبي من 30 بلد مختلف متواجدين في مخيمات شمال شرق البلاد، وأشارت إلى الكثير من الجهود المتطلبة لمساعدة هؤلاء الأطفال على التعافي، وطالبت بإعادة الأطفال الأجانب إلى بلادهم الأصلية.
مخيم الهول يستقبل بشكل شبه يومي عشرات العوائل النازحة من آخر جيب للتنظيم بمحافظة دير الزور، في حين تعمل المنظمة الدولية على إنشاء أماكن ترفيهية للأطفال ومساعدتهم في المنطقة، خاصة المحرومون من ذويهم. قتل وأصيب العشرات جراء اندلاع حريق بمحطة القطارات الرئيسية الواقعة في ميدان رمسيس بوسط القاهرة. وقال التلفزيون المصري إن الحريق اندلع بعد انفجار خزان الوقود في قاطرة قطار بعد اصطدامها بصدادات نهاية الرصيف بحسب وكالة رويترز. وأعلنت وزارة النقل المصرية انتظام حركة القطارات بجميع خطوط السكك الحديدية بالمحطة ما عدا الرصيف الذي شهد الحادث. مشاهدينا نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. زيادة معدلات إنتاج صابون الغار في عفرين. ما بدنا شيء إلا كرامتنا وبس. مهما كانت ظروفنا لسه عنا أمل. ونحن الجيل الجاي. نرحب بكم من جديد مشاهدينا. أفادت وكالة سانا التابعة لنظام الأسد عن فتح ممرين إنسانيين لخروج النازحين من مخيم الركبان إلى جهة مختارة، فيما عبر النازحون في المخيم عن رفضهم العودة لمناطق النظام. تزيد روسيا من حملتها الدعائية ضد مخيم الركبان للاجئين السوريين مطالبة بإخلائه من قاطنيه. جديد موسكو ما أعلنه مندوبها في الأمم المتحدة عن تسجيل أول حالة للجذام في مخيم الركبان الواقع على الحدود السورية الأردنية. المندوب الروسي وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أكد أن بلاده تصر على التفكيك الفوري لمخيم الركبان وإخلاء جميع الراغبين من هناك. الكلام الروسي حول ضرورة إخلاء الركبان تزامن مع ما نشرته وكالة سانا التابعة لنظام الأسد عن فتح ممرين إنسانيين لخروج نازحي المخيم إلى أماكن إقامة مختارة، مشيرة إلى أن نقاط العبور بدأت عملها في بلدتي جليب وجبل الغراب على أطراف منطقة التنف. بأي جهة؟ أهالي مخيم الركبان وفي ردهم على فتح المعبرين أكدوا رفضهم العودة إلى مناطق سيطرة النظام في ظل المساعي الروسية لإخلاء المخيم، واصفين المعبرين بطريقي الموت.
مركزا تنسيق عودة اللاجئين الروسي والسوري في بيان مشترك اتهما الولايات المتحدة الأمريكية بأنها تعيق خروج النازحين من مخيم الركبان الواقع تحت السيطرة الأمريكية وتضليلهم بشأن استحالة الخروج من المخيم، فيما يرد أهالي المخيم بأن من يحاصرهم هي قوات النظام والميليشيات الموالية لها. إلى ذلك أعلن القائم بأعمال مندوب واشنطن الدائم لدى الأمم المتحدة جوناثان كوهن سعي الولايات المتحدة لإرسال قافلة مساعدات جديدة إلى مخيم الركبان قبل نهاية آذار المقبل. ودعا المندوب الأمريكي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي نظام الأسد وموسكو للمساعدة بإرسال القافلة الجديدة وتأمين إيصال المساعدات. ومن جهة أخرى أعلنت رينا غيلاني نائبة مدير شعبة التنسيق والاستجابة التابعة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية خلال جلسة مجلس الأمن أن ما يقدر بنحو 12 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية هذا العام في جميع أنحاء البلاد. في البادية السورية أيضا اختفت مجموعتان من مقاتلي وضباط روس وآخرين من قوات النظام أثناء بحث المجموعة الثانية عن رفاقهم المختفين قبلهم بيوم. ونقلت شبكة دير الزور 24 أن مجموعة مؤلفة من 3 مقاتلين روس بينهم ضابط وأخرى من قوات النظام عددهم 5 بينهم ضابط وقعت في كمين لتنظيم الدولة على الطريق الواصل بين مدينة دير الزور وتدمر، مرجحة أن المقاتلين الروس وقعوا في الأسر لدى التنظيم بعد اكتشاف جثث السوريين. وأكد ذات المصدر اختفاء مجموعة أخرى مؤلفة من ضابط و9 مجندين للنظام في المنطقة الممتدة بين الميادين والعشارة قبل أن يفقد الاتصال معها مما يرجح وقوعها في كمين آخر. في الشرق السوري شيعت قوات النظام عددا من عناصر الفرقة 17 إثر مصرعهم في ريف دير الزور. وذكرت صفحات موالية أن عسكريين رفيعي المستوى شيعوا 3 ضباط من مشفى طه الهويدي في دير الزور قتلوا جراء انفجار لغم أرضي قبل أيام في حين لم يتأكد من مصدر مستقل سبب مصرعهم هذا. وخسرت قوات النظام أعدادا كبيرة من عناصرها في معارك دير الزور ضد تنظيم الدولة خلال العامين الماضيين إلى جانب خسائر أخرى حصدتها الألغام التي زرعها التنظيم بعد انسحابه من مناطق سيطرته. كشف قائد فيلق القدس قاسم سليماني أسباب غياب وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء الذي جمع حسن روحاني وبشار الأسد. وقال سليماني لوكالة فارس الإيرانية بأنه ليس هناك تعمد يقصد منه عدم حضور وزير خارجية بلاده جواد ظريف. وأضاف سليمان أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو المسؤول الرئيس في مجال السياسة الخارجية. هذا وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أعلن استقالته بشكل مفاجئ الاثنين الماضي بعد زيارة بشار الأسد لإيران. أغلقت السلطات الإيرانية صحيفة قانون جراء مقال نشرته حول زيارة رأس النظام بشار الأسد إلى طهران. وكانت الصحيفة كتبت مقالا تحت عنوان الضيف غير المدعو في إشارة منها لبشار الأمر الذي اعتبرته السلطات الإيرانية إساءة للأسد. وأعلنت محكمة الشؤون الثقافية والإعلامية في بيان لها إيقاف صدور صحيفة قانون بشكل مؤقت. تشهد منطقة عفرين زيادة في معدلات إنتاج مصانع البيرين وصابون الغاز نظرا لعودة الأمن إلى المنطقة. عجلة الحياة تستمر في منطقة عفرين بريف حلب الشمالية. مصانع البيرين زاد إنتاجها بعد عودة الأمن إلى المنطقة وخروج وحدات حماية الشعب الكردية منها لترفد السوق المحلية بمنتجات عدة أبرزها فحم التدفئة. الكيس البيرين هذا عم يستخدموه المستهلكين المدنية لمواد التدفئة تقريبا يعني هو أرخص من المازوت. الكيس مثل ما حكينا 1000 ليرة يعني التدفئة فيه جيدة جدا يعني وفي استهلاك كثير بالنسبة للمواطنين. مصانع البيرين هذه
التي تعتمد على زراعة الزيتون ترفض أيضا المواد الأولية لمصانع الصابون في المنطقة، حيث تنتشر نحو 10 مصانع بيرين يقابلها 4 مصانع للصابون، يعود تاريخ وجود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي. بدخل البيرين على المجفف، بسحب منه درجة المياه العالية جدا حتى يتجفف، بصير درجة حرارته 65، بعدين بدخل على الغازانات لهون نضغطه بنزين، البنزين بسحب منه الزيت للأخير، بعد ما ينضف من الزيت نحقنه بخار مشان ينضف البيرين من البنزين، بعدين بيروح على معمل الحطب مشان ينكبس حطب. هون عملية الزيت بالبخار بيعزل الزيت عن البنزين، الزيت بيروح على معمل الصابون والبنزين بتكاسف البواد على استخدام مرة ثانية. مراحل عدة يخضع لها الزيت المستخرج من البيرين ضمن مصانع أخرى كالخلط والسكب ثم التغليف، قبل أن يخرج المنتج النهائي صابون الغار الذي تشتهر به مدينة حلب منذ عقود. ختام نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة حلب اليوم. لمزيد من التفاصيل يمكنكم زيارة صفحاتنا على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني حلب توداي تيفي دوت نت. لقاؤنا يتجدد في نشرات أخرى. إلى اللقاء.